السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أنا عم محمود. سنتعلم اليوم فائدة جديدة، هيا بنا لنبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء، سعدت بوجودك، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. نفع الله بك يا بني، وجزاك الله خيرا. كنت أريد أن أسألك يا أستاذ عن أركان الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ سمعت عنها ولا أعلم، ما هي أركان الإسلام وكم عددها؟ هذا سؤال جيد. نعم، أركان الإسلام أمر مهم جدا، وهو أساس العقيدة، ويبنى الإسلام عليها. سأخبرك الآن عن أركان الإسلام الخمسة، فلتحفظها جيدا. أركان الإسلام أي الأسس التي يبنى عليها الإسلام. البيت الذي تراه كيف يقوم؟ كيف يظل هكذا دون أن يسقط أو ينهدم؟ هل تعرف يا براء؟ نعم أعرف، فالبيت لا يبنى إلا على قواعد وأسس من الحديد الصلب وغيرها من مواد البناء حتى يرتفع وحتى لا ينهدم. أحسنت يا بني، نعم، فلا يمكن أن يقوم بيت إلا بأسس وقواعد حتى يستقيم، حتى لا ينهدم أو يسقط على رؤوس ساكنيه. وهكذا فهو الإسلام له أسس وقواعد يبنى عليها، يجب على المسلم أن يتمسك بها. الآن لنتعرف معا على هذه الأركان الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أريد منك يا أستاذي أن تشرح لي كل ركن من هذه الأركان. لا تستعجل يا بني، سأخبرك عن كل ركن من هذه الأركان حتى تحفظها ويحفظها أبنائي وبناتي الذين يشاهدون هذه الحلقة. ولكن دعنا نسترجع معا هذه الأركان الخمس، فلنشاهدها الآن. أبنائي وبناتي، هنا نتوقف في هذه الحلقة، وسنلتقي بكم في حلقة قادمة لنتكلم عن الركن الأول من أركان الإسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.